Sorry. أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الإخباري من قناة 22. كشفت مواقع إعلامية إيطالية أن إيطاليا رفعت مستوى الرقابة على مختلف المنشآت التي تنقل الغاز إلى إيطاليا بما فيها الموجودة في شمال إفريقيا بعد الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم التي تقوم بتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية. قالت نفس المصادر أن هناك ثلاثة خطوط أنابيب غاز تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية، وهي خط تراسميد الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وجرين ستريم الذي ينقل الغاز من ليبيا، وخط أنابيب تاب الذي يؤمن تدفق الغاز من أوروبا الشرقية. كما أضاف أن البحرية الإيطالية تتحرك في عدة اتجاهات لحماية البنية التحتية للغاز الطبيعي، حيث سيتم استخدام كاسحات ألغام في مدينة لاسبيتسيا شمال غرب البلاد لحماية قاع البحر حيث تمر خطوط الأنابيب، كما سيتم استخدام عدد من الفرقاطات الموجودة في قاعدة سيغونيلا بصقلية. أوقفت رسميا الجمعية المسيحية كاريتاس نشاطها كما أعلنت عنه الكنيسة الكاثوليكية الجزائرية بتاريخ 27 من سبتمبر الماضي. اضطرت الكنيسة لتوقيف نشاطها الخيري تحت عباءة كاريتاس الجزائر تنفيذا لأوامر السلطات الجزائرية دون توضيح الجهة التي راسلتها في الموضوع. وقال رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو أن السلطات اعتبرت كاريتاس منظمة غير مرخصة، مضيفا لوكالة الصحافة الفرنسية أن عددا من النشاطات بينها المساعدات للمهاجرين سيتوقف. في صفحة معتقلي الرأي التمست النيابة تشديد العقوبة في حق معتقل الرأي والناشط السياسي رشيد نكاز عن حكم سنة حبس نافذة، الحقوقي والمحامي شهرة عبد القادر وأيضا حمزة جابري عن حكم 6 أشهر حبس غير نافذة، المداولة والنطق بالقرار يوم الأحد 9 أكتوبر الجارية. في أخبار معتقلي الرأي دائما كشف الناشط والسياسي الجزائري المعارض أنور مالك عن إطلاق سراحه بعد توقيفه في المطار بتركيا واحتجازه من قبل السلطات التركية. وكانت مواقع التواصل ضجت بأنباء اعتقال مالك بعد نشره خبر توقيفه والذي اختفى بعده، ثم تم تداول خبر إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا. تم وضع بوتقراط محمد تحت النظر بمركز الأمن الولائي ببجاية، هذا بعد اعتقاله يوم الخميس 29 من سبتمبر الماضي مع تفتيش منزله العائلية. في أخبار معتقلية الرأي دائما تم تأجيل محاكمة عبد النور أيت سعيد ليوم الاثنين 17 من أكتوبر الجاري أمام قسم الجناح لدى محكمة سيدي محمد. أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن منح قرض بقيمة 199 مليون أورو لفائدة المغرب لدعم الأمن الغذائي وتقليل واردته من الحبوب، مع التركيز بشكل خاص على تحسين إنتاجية ومرونة زراعة الحبوب في مواجهة مسألة تغير المناخ. وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد يندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارئ بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي. دوليا ارتفع إلى 32 طفلا عدد ضحايا التدافع في ملعب كرة قدم في إندونيسيا من أصل 125 شخصا قضوا في الحادثة و 323 جريح حسب الحصيلة الرسمية للضحايا، أصغرهم طفل يتراوح عمره بين 3 و4 سنوات، حيث تسبب نزول جماهير فريق أريما اف سي إلى أرضية الملعب عقب خسارة أمام فريق محلي آخر في الدوري المحلي في تدفع أودى بحياة العشرات في واحدة من أسوأ الحوادث في الملاعب على الإطلاق. وذكرت الشرطة أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب مما اضطرها إلى إطلاق قنابل غاز ما تسبب في التدفع وحالات اختناق. وبرأي كثيرين أن الشرطة تمادت في استخدام الغاز المسيل للدموع في الأثناء. قال الوزير الأندونيسي لشؤون الأمن محمد محفوظ أنه تم تشكيل فريق تقصي حقائق مشترك ومستقل يتكون من مسؤولين حكوميين ومسؤولين في اتحاد كرة القدم وخبراء وأكاديميين وصحفيين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينهي الفريق عمله في غضون 2 أو 3 أسابيع. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا لكم.